السلام عليكم، تحية طيبة. هذا الفيديو اللي هو حيكون تكملة الأمثلة اللي خاصة بموضوع الـ Ideal Gases، أيضا عبارة عن تكملة لموضوع لمادة الثرموديناميك لهاي السنة. راح نجي على المثال رقم 7 اللي هو صفحة 65، مثال رقم 7 اللي هو حيتكلمني عن الكمبرسر. كومبرسر اللي هو عبارة عن جهاز يستلم وورك ويضغط لي الغاز، يضغط لي الغاز. Centrifugal air compressor of gas turbine receives air at 1 bar. يستلم receive air، يستلم هواء عند 1 bar و300 جلفن. At the discharge of the compressor، عند الخروج مال الكمبرسر، the pressure is 4 bar. The pressure is 4 bar. The temperature is 480 كلفن. درجة حرارة أيضا ارتفعت من ارتفاع الضغط. And the velocity is 100 meter per second. السرعة ايش قد؟ 100 متر. The mass flow rate into the compressor is 15 كيلوغرام بالثاني. الام دوت مالتي هاي عبارة عن ام دوت سموها mass flow rate، اللي هي 15 كيلوغرام بالثانية. Determine the power required to drive the compressor. إيش قد يحتاج شغل حتى يشغل لي هذا الكمبرسر؟ تمام؟ فأنا من أجي عندي شنو؟ عندي ال flow energy equation. Flow energy equation. G_z1 P1V1 زائد U1 C1 تربيع على 2 زائد Q. G_z2 P2V2 زائد U2 زائد C2 تربيع على 2 زائد W. إذن ليش خليها بين قوسين؟ حتى يقول يا أبا أنا حجمعهن هذين الاثنين وأطلع من عندها H، لأنه ال P1 وال PV زائد U عبارة عن H، ال PV زائد U عبارة عن H. صار معلوم؟ فإذا قال G_z1 زائد H1 زائد C1 تربيع على 2 وباقي المعادلة. Z1 يساوي Z2 راح يلغي هذا البارت اللي هو خاص بالطاقة الكامنة، راح يلغي G_z1 راح يروح ويا G_z2 يلغي، تمام؟ لأنهم متساوي الارتفاع. السرعة الأولى ما حكى بيها، بس السرعة الثانية قال. إذا السرعة الأولى راح يعتبرها صفر ويلغي، السرعة الأولى راح يعتبرها صفر ويلغيها. بما أنه ما حكى لي عن الحرارة، لا قال يابا هذا يطرح حرارة ولا قال يستلم حرارة، إذا الكيو مالتي راح تكون أيضا صفر. فإذا شو بقى عندي؟ الكيو صفر، سي 1 حتكون صفر، تمام؟ فراح يبقى لي اتش 1 يساوي لي اتش 2 زائد سي 2 تربيع على 2 زائد دبليو. يعني هاي المعادلة راح تكون عبارة عن اتش 1 يساوي اتش 2 زائد سي 2 تربيع على 2، طبعا في 10 أس سالب 3 حطيت واحد الوحدات زائد ال W. هو ايش رايد؟ هو اصلا رايد ال W. فال W هي عبارة عن خلي هم كان هذا الجزء كله راح يتحول ورا اليساوي، فيصير W عبارة عن H1 ناقص H2 ناقص نصف C2 تربيع في 10 أس سالب 3، تمام؟ هاي بما انه هي عبارة عن دلتا H، فاذا بالغازات دلتا H تصير تصير سي بي دلتا تي، تمام؟ فصارت سي بي تي 1 ناقص تي 2 ناقص نص سي 1 تربيع، العفو هاي المفروض سي 2 تربيع في 10 سالب 3. كل المعلومات عنده، تمبرتشر الاول والثاني وال السي بي موجود. ليش؟ لانه هذا هو السي بي 1.005، السرعه الثانيه موجوده، كلها راح يعوضها يطلع لي الشغل كيلو جول على كيلو غرام، بالكيلو جول على كيلو غرام. ليش بالسالب؟ لانه هذا يحتاج شغل حتى يشتغل، مو يعطيني شغل، تمام؟ فيعني شغل مستهلك فيكون بالسالب، تمام؟ هو ايش رايد؟ ما رايد الورك، ايش رايد؟ رايد الباور. الباور معناها بالكيلو واط انا اطلعها، فاحتاج ماس فلو ريت اللي هو مطيني اياه 15 كيلو غرام بالثانية، فاضرب الورك في ال 15 كيلو غرام بالثانية، تمام؟ يطلع لي انه سالب 200
2788.5 كيلو واط بالكيلو واط، صار معلوم؟ بالسالب، بالسالب ايش تتمثل؟ انه هذا شغل مصروف وليس مستحصل عليه. نجي للمثال الثامن اللي هو الديفيوزر. الديفيوزر ريسيف ارجون اللي هو السي بي مالته معلوم عند 100 كيلو باسكال. الديفيوزر شنو هو شغله؟ الديفيوزر عكس النوزل، النوزل يفوت بمساحه كبيره ويطلع بمساحه صغيره. الديفيوزر اللي هو الموزع حيكون عندي، او الممدد حيكون عندي مساحه صغيره يطلع بالدخول والخروج حتكون مساحه اكبر، صار معلوم؟ فهنا انا ايش عندي؟ يقول عندك ارجون ديفوت ب 100 كيلو باسكال و 300 جلفن وسرعه 250 متر على الثانيه. At the exit the velocity صارت جيت 25. Determine the exit temperature. يريد هنا تي 2 مالتي. اجيب الستدي فلو انرجي ايكويجن موجوده عندي، تمام؟ البي في راح احولها الى اتش، اخليها اتش. الزيت ما يعني ما اتطرق للزيت، اذا راح تنحذف. الكيو ما اتطرق لها، راح تنحذف. هذا الجزء اللي هو الديفيوزر ما بي اي اجزاء متحركه، اذا ما بي اي ورك، صار معلوم؟ فيبقى لي اتش 1 زائد سي 1 تربيع على 2 يساوي اتش 2 زائد سي 2 تربيع على 2. فاذا انا احتاج الاتش 2 حتى اطلعها من النقطه 2، فالاتش 2 يساوي اتش 1 زائد نص سي 1 تربيع ناقص سي 2 تربيع في العشرة سالب 3، تمام؟ العشرة سالب 3 والنصف هو عبارة عن عامل مشترك بين السي 1 والسي 2، تمام؟ فبما انه ها كل وحدة بجهة من احولها راح يصير بينات الناقص، فصار سي 1 تربيع ناقص سي 2 تربيع. الاتش الاولى، الاتش الاولى احنا عندنا بالغازات قلنا يابا الاتش هي عبارة عن سي بي تي، الدلتا اتش عبارة عن سي بي دلتا تي، تمام؟ فاذا الاتش عبارة عن سي بي تي، فاذا الاتش 1 هي عبارة عن سي بي في التي مالتي. التي ايش قد؟ 300 جلفن. السرعة الاولى 250، السرعة الثانية 25. طلع لي شنو؟ الاتش 2 اللي هي 186 كيلو جول على كيلو غرام. فاذا راح اطبق نفس القانون اللي هو اتش يساوي سي بي، اتش 2 يساوي سي بي تي 2، اذا التي 2 حتصير اتش 2 على سي بي، قسمتها طلعت لي درجة الحرارة بالجلفن، تطلع لي درجة الحرارة بالجلفن. المثال التاسع شو يقول؟ يقول يابا انت عندك كربون دايوكسيد سي او 2 انتر ستيدي ستيت ستيدي فلو هيتر ات 300 كيلو باسكال و15 درجة سيليزية، وده يطلع ب 275 كيلو باسكال و1200 درجة سيليزية. Change in kinetic potential energy are negligible، يعني التغير بالطاقة الحركية والطاقة الكامنة البوتنشال والكاينتيك انرجيز نيجليجبل، يعني شنو؟ مهملة، يعني لا عندي سرعة ولا عندي زيت، صار معلوم؟ كالكوليت ذا ريكوايرد هيت بير 1 كيلوغرام، اذا كان السي بي مالتك مال السي او 2 هو 0.842 كيلو جول على الكيلوغرام. احتسب الحرارة، يقول لك انت عندك فات ب 15 درجة سيليزية طلع ب 1200 درجة سيليزية، ايش قد هذا الحرارة اللي اخذها؟ ايش قد تحتاج حرارة حتى ترفع درجة حرارته من 15 ل 1200؟ صار معلوم؟ بدي يقول لك هيتر صار بيدخول طلع خروج، من خلال هذا الهيتر من دخل لانه عبارة عن بايبات طويلة، تمام؟ ملفوفة، راح يصير عندي نقصان بالشنو؟ بالضغط، يعني صار مسافه طويله فيقل الضغط مالتي، فصار دخل ب 300 كيلو باسكال طلع ب 275، بس خلال هذا الوقت استلم حراره الى انه ارتفعت درجه الحراره الى 1200، ارتفعت درجه الحراره الى 1200. اجي اخلي الانرجي ايكويشن مالتي، تمام؟ احذف الطاقه الكامنه والطاقه الحركيه، يبقى لي الاتش 1 والكيو والاتش 2 والدبليو. الدبليو احذفه لان هذا عباره عن هيتر ما به اي شغل او اجزاء متحركه، تمام؟ فيبقى لي الكيو هي عباره عن دلتا اتش، فاذا الكيو عباره عن سي بي دلتا تي، السي بي موجوده والدلتا تي ايضا موجوده عندي، يطلع لي الكيو بالكيلو جول على كيلوغرام.
صار معلوم. النازل اللي هو عكس الديفيوزر بالمثال العاشر يفوت بمساحة كبيرة يطلع بمساحة أصغر، يفوت بسرعة يطلع بسرعة أكبر، صار معلوم. دا يفوت نيتروجين فلو انتو النوزل عند 200 كيلو باسكال و 400 جلفن with very low velocity. إذن من قال very low velocity معناها انه هاي درجة حرارة كلش قليلة، العفو السرعة مالته كلش قليلة، فاعتبرها صفر، فاعتبرها صفر بما انه الدخول هي نقطة واحد، فاذا السي 1 مالتي صفر. ات فلو اوت، فلو اوت يعني تخرج عند 100 كيلو باسكال و 330 جلفن. اف ذا نوزل از انسوليتد، معزول، معزول شنو؟ معزول حراريا، معناه الكيو صفر، تمام. فايند ذا اكزيت فيلوسيتي ال سي 2 السي بي مالتك مال نيتروجين هلق مطيني قيمته. فاذا انزل معادلة الانرجي اكويجن، البي في حصير بي في واليو حصير اتش، تمام. اذا ما جاب لي اي طاري على الارتفاع فالطاقة الكامنة راح تنحذف. السرعة الاولى قال لي low velocity، very low، very low velocity، فراح تنحذف. الورك هذا النوزل ما بي اجزاء متحركة، اذا ما عندي اي ورك، وهو قال لي insulated، اذا الكيو مالتي راح تكون صفر. اذا هيبقى عندي شنو؟ ال H1 وال H2 وال C2. اذا C2 تربيع على 2 في العشرة سالب 3 يساوي لي H1 ناقص ال H2. الدلتا H راح تكون عبارة عن CP دلتا تي، تمام. فاذا السي بي دلتا تي راح تنضرب بالثنين وتتقسم على العشرة السالب ثلاثة، بما انه السي تربيع فاذا لازم اجذر هذا الطرف، فراح تطلع لي هاي القيمة اللي هي 352 متر بالثانية، 352 متر بالثانية. هذا اللي هو النوزل. التورباين، التورباين يقول التورباين عندك هو العكس، عكس الكمبرسر. التورباين عكس الكمبرسر، كمبرسر ياخذ غاز يضغطه ويرفع من درجة حرارته، بس حتى يسوي هاي العملية يحتاج شغل، تمام. اما التورباين بالعكس، ياخذ غاز بضغط عالي ودرجة حرارة عالية، ينزل من ضغطه ومن درجة حرارته، تمام، ينزل من ضغطه ومن درجة حرارته، خلال هذا العملية هو يعطيك شغل، تمام. يعني يجي غاز بضغط درجة حرارة عالية ينزلهن ويعطيك شغل انت تستفاد من عنده، هذا هو التورباين. فالتورباين يقول 5000 كيلوغرام بالدقيقة، كيلوغرام بير مينيت. هذا من هو؟ هذا الام دوت، الام دوت مالتي، بس مو بالكيلوغرام بالثانية، لا الثانية بالكيلوغرام بير مينيت، صار معلوم. اوف اير اكسباند بوليتروبيكالي، يعني من ينزل الضغط يتصير تمدد عندي، من ينزل الضغط يصير تمدد من 4 بار و 1100 درجة سيليزية الى 1 بار. قلنا احنا يستلم ضغط عالي ودرجة حرارة عالية وينزل ضغطه ودرجة حرارته، صار معلوم. ويطيني شغل، يطيني شغل work. زين، فشان دي يقول، دي يقول الضغط اللي يعني التمدد اللي يصير polytropically، يعني شنو معناه؟ انه البي في اس اس ان يساوي كونستنت على هذا الاجراء من بي 1 الى بي 2. The index of expansion is 1.75، الاندكس اوف اكسبانشن اللي هو معناه قيمة الان. اذا انا عندي الاجراء بي في اس 1.75 يساوي كونستنت، هل يحتاج اني اسوي اجراء اطلع القامة وقارنها، العفو الاختبار؟ لا ما يحتاج مثل هذاك المثال. ليش؟ لانه اني هو دا يقول لي بوليتروبيك، ما قال لي يا بتر انت بس بي في وقبل اس 1.75 كونستنت حتى يشوف اني عندي بوليتروبيك لو ادياباتيك، لا هو قال قبل بوليتروبيك، صار معلوم. فاذا اجي اخلي المعادله مال اوبن سيستم اللي هي الفلو انرجي اكويجن، الارتفاع راح يلغي الورك، العفو هنا مو الورك، هنا الكيو، الكيو تساوي صفر، ما حكاني اي شيء عن الـ عن الـ عن الحراره، اذا هذا معزول، اذا الكيو مالتي صفر. السرعه الاولى والسرعه الثانيه لغاها، تمام. فاذا يبقى لي ال H1 وال
العفو ال H1 وال H2 وال work، صار معلوم؟ ال H1 وال H2 وال work. من هاي المعادلة راح يطلع انه بالاوبن سيستم راح يصير ال Q يساوي W زائد دلتا H، ال Q يساوي W زائد دلتا H. اذا عن طريق العلاقة بين الضغط ودرجة حرارة T2 على T1 يساوي P2 على P1 اس N ناقص 1 على N، راح اقدر اطلع T2. ليش؟ لان انا احتاج دائما اهم شيء عندك انت التمبرتشر. ليش؟ لانه الانثالبي والانترنال انرجي دائما بها دلتا تي، فانت تحتاج شنو؟ التمبرتشر. العفو، هنا الجيزت 1 والجيزت 2 تنحذف، السي 1 والسي 2 تنحذف، بس الكيو ما راح ينحذف، ما راح تنحذف لانه بها قيمه هاي الحراره. يعني هذا التوربين ممكن انه يطرح حراره. ليش؟ هو يقول لك find the work done on heat transfer، هو ده يقول لك يعطيني الورك والهيت ترانسفير. اذا الكيو مو صفر ولا الورك صفر، هذا ينحذف، صار معلوم؟ اذا يبقى لي H1 والكيو والH2 والورك بالمعادله، صار معلوم؟ اذا من اجي ارتبها راح يصير انه كيو يساوي دبليو زائد دلتا اتش، ها وين يستخدمها؟ بالاوبن سيستم، والدلتا يو بالكلوز سيستم، صار معلوم؟ اذا زائد دلتا اتش. اذا انا احتاج الورك، الورك اطلع مين؟ الورك هو عباره عن P1 V1 ناقص P2 V2 على N ناقص 1، هذا عندنا N هنا، والبي في شو يصير؟ يصير MR T2 العفو T1 ناقص T2، صار معلوم؟ هذا الورك. الدلتا اتش، الدلتا اتش هي عباره عن شنو؟ MCP دلتا تي هي T2 ناقص T1، صار معلوم؟ اجمعهم اثنيناتهم تطلع لي عدي الكيو، تطلع لي عدي الكيو. هذا الحل، هذا الحل باشتقاق خاص بي، فراح نهمله. هذا الحل من هنا باشتقاق خاص بي راح نهمله، راح نستخدم هاي الطريقه اللي هو الورك عن طريق البي في والان، صار معلوم؟ الام ار تي 1 ناقص تي 2 على ان ناقص 1، الام 5000 قسمه على 60، ليش؟ حتى يحول المينت الى شنو؟ الى سكند، قسمه على 60. الار موجوده مال هواء، دلتا تي العفو موجوده، التي الاولى معطيني اياها اللي هي ايش قد؟ 1100 زائد 273 تصير 1373 ناقص 758 التي 2 اللي هو طلعها، طلع من هنا عندي شنو؟ طلع الورك، طلع من هنا عندي شنو؟ طلع الورك. فاذا الكيو راح اطلع الدلتا اتش من هنا، راح اطلع الدلتا اتش هاي، راح اطلع الدلتا اتش اللي هي ام سي بي تي 2 ناقص تي 1، الان راح يقسمها على 60، طلع لي الدلتا اتش، اجمعها ويا الورك هذا، ايش طلع عندي؟ يطلع عندي الكيو، يطلع عندي الكيو. هذا الحكي يعني هذا ما لكم علاقه بي، لانه قانون خاص بالكيو بهاي الحاله. وهنا راح يقول يابه، يقول انه اللي راح استخدم معادله الكيو يساوي دبليو زائد دلتا يو، والكيو يساوي دبليو زائد دلتا اتش، تمام، ويقارن بين الكيوات الاثنين. هذا طبعا مال كلوز سيستم، وهذا طبعا مال اوبن سيستم، فيطلع الكيو بالحالتين او الورك يطلعهم بالحالتين ويقارن، يقول لك انه ترى مو قيمه صحيحه. يعني الورك من يعني الكيو من تقول كيو يساوي دبليو زائد دلتا يو، مو نفس الكيو يساوي دبليو زائد دلتا اتش. هذا الشيء ده يشرحه هنا، فيقول بالدلتا يو هو كلوز سيستم، وبالدلتا اتش هو اوبن سيستم. دائما انت تستخدم هاي المعادله ويا الكلوز سيستم او الاوبن سيستم، صار معلوم؟ بالاوبن سيستم تطلع الكيو على صفحه وتطلع الورك على صفحه وتقدر تشتغل عليهم اثنيناتهم. زين، هذا المثال اللي هو ال 11. نجي على مثال 12 اللي هو بيستن وسلندر 0.5 كيلوغرام اوف اير اكسباند بوليتروبيكالي، اذا بي في اس جاما العفو اس ان، اس ان يساوي كونستنت من 4 بار وهالقد الى اندكس. طبعا هو الاكزامبل هذا نفس اللي قبله، ما راح يصير اي شيء، ما راح يصير اي شيء.
هذا الحكي نفس هذاك الحكي، نفس القيم ونفس المعلومات، نفس القيم ونفس المعلومات، نفس الحكي. زين، زين. مثال 13 اللي هو الهيت اكسشينجر. الهيت اكسشينجر، هيت اكسشينجر شنو معناته؟ معناه مبادل حراري، مبادل حراري. يفوت نوعين من الغازات من جهة، تمام، عبارة عن بايبات اثنين، يفوت نوعين من الغازات، كل بايب يفوت بي غاز، وبالتلامس يصير عندي شنو؟ تبادل حراري. فيعني يفوت بي مكان غاز حار ومكان غاز أبرد بارد، تمام، فتنتقل الحرارة من الغاز الحار إلى الغاز البارد. فيقول عندك مبادل حراري simple tube to tube heat exchanger، tube and tube، هذا heat exchanger، يعني بوري بطنة بوري، البوري الكبير الخارجي يفوت به غاز والبوري الداخلي يفوت به غاز آخر، فراح تنتقل الحرارة من هذا البوري أو من هذا الغاز إلى الغاز الثاني عن طريق التلامس مع الجدران. Has air flow in the outside tube cooling the helium that flow inside the tube. يقول لك هواء بارد دي يفوت بالتيوب الخارجي، تمام، وهيليوم دي يفوت بالتيوب الداخلي اللي حت الهواء حتى يبرد للهيليوم. Assume the change in kinetic and potential energy are neglected. اعتبر انه الطاقة الحركية والكامنة مهملة، فإذا لا اكو سي ولا اكو شنو زد. Determine heat lost from the exchanger giving the following information. الاير فلو ريت ديفوت 150 كيلوغرام بالساعة بير اور، ديفوت بدرجة حرارة 5 ويطلع بدرجة حرارة 60، اذا ديفوت بارد ديبرد للهيليوم وهو ديحمي صار 60. الهيليوم ديمشي بماس فلو ريت 50 كيلوغرام بالساعة، ديفوت حار 190 وده يطلع بارد 105. والسي بي مال هوا معلومه، السي بي مال هيليوم 5.16 كيلو. فاذا بما انه هاي المعلومات كلها ما احتاجها، اذا انا راح شو اسوي؟ استخدم الانرجي القانون الاول الثرموداينميك اللي يقول الحراره الداخليه تساوي الحراره الخارجيه. فاذا ام اي يعني الاي للاير، تمام، وال HE اللي هي مال هيليوم. فدخول مال هواء زائد دخول مال هيليوم يساوي خروج مال هواء وخروج مال هيليوم. فاذا M air in في ال H air in زائد M helium in H helium in يساوي M air out H air out زائد M helium out H helium out. دخول هيليوم وهواء يساوي خروج هيليوم وهواء، صار معلوم؟ الام مال هيليوم والام مال الهواء موجود عندي، بس لازم اقسمه على 3600. ليش؟ لان مطين كيلوغرام بالساعه بير اور، فلازم اقسمه على 3600 حتى تصير عندي بالسكن. سوى مال هواء سوى مال هيليوم طلع عندي، صار معلوم؟ اذا طبعا هنا زائد كيو يخلي المفروض زائد كيو هنا لان الورك ماكو، فاذا هنا زائد كيو يساوي هاي المعلومات. اذا الكيو راح تساوي الاوت ناقص الان او الان ناقص الاوت. فالكيو مالتي حتكون عبارة عن الام دوت في الدلتا اتش زائد الام دوت في الدلتا اتش مال هيليو، يعني ام دوت دلتا اتش مال هواء زائد ام دوت دلتا اتش مال هيليوم. الدلتا اتش هي عبارة عن سي بي دلتا تي، السي بي موجود، الام موجود، الدلتا تي موجودة، طلع الكيو مالتي هاي لوست. يعني شنو معناها؟ انه اكو حرارة مطروحة للخارج، اكو حرارة مطروحة للخارج لا تنطرح، صار معلوم؟ هنا انا عندي الفري اكسبانشن، هذا الفري اكسبانشن شرحناه بامثلة سابقة. عندي خزان، ها خزانين معزولات بيناتهم فالف، فعندي هواء عند ضغط 20 بار موجود بهذا الكونتينر A add volume 1 متر تكعيب and connected with another vessel has the same volume، يعني هاي هنا
الحجم مال هذا الاي خزان اي هو 1 متر تكعيب، والحجم مال خزان بي هم 1 متر تكعيب، the same volume and evacuated. evacuated معناه مفرغ، هذا البي مفرغ بس هذا يحتوي على هواء بضغط 20، صار معلوم؟ from there، هذا evacuated from there. The two vessels are insulated، معزولات ماكو اي كيو. The valve، هذا الفالف in between the two vessels is open، انفتح. اذا من انفتح هذا الهواء اللي كان هنا راح يتوزع على الاثنين، راح يتوزع بالاي والبي. The gas expand and fill the two vessels، اذا تمدد بال شنو؟ بالتانكات الثنين، خزانات الثنين. Calculate the final pressure of it، ايش قد صار ضغط الهواء اللي هو من توزع على الثنين؟ كان ضغط 20، ايش قد صار بضغطه؟ فاذا بما انه هذا كلوز سيستم مو اوبن سيستم، هذا كلوز سيستم، فاذا الكيو يساوي دبليو زائد دلتا يو. الكيو صفر والدبليو صفر، تمام؟ لانه لاكو اجزاء متحركه وهو قال انه هذا معزول. اذا راح يصير الدلتا يو شنو؟ يساوي صفر، معناه انه اليو 1 نفسه يو 2. بما انه اليو 1 يساوي يو 2 بالغازات، معناه انه تي 1 يساوي تي 2، شرحناها بالاجراءات. فاذا تي 1 نفسه تي 2، صار معلوم؟ اذا معناه من اقول بي 1 في 1 على تي 1 يساوي بي 2 في 2 على تي 2، قانون الغاز العام، التي والتي تروح تنحذف، ليش؟ لانه متساويه، فيبقى بي 1 في 1 يساوي بي 2 في 2. البي 1 اللي هو مطيني اياها 20 بار، تمام؟ ال V1 اللي هو تساوي 1 متر مكعب، 1 متر مكعب، ليش؟ لأن هذا الخزان حجمه 1 متر مكعب، والغاز الهواء كان محصور بس هنا، إذا حجم الغاز ايش قد كان؟ 1 متر مكعب. هذا هم حجمه 1 متر مكعب بس ما بي غاز، بعدين من فتحته صار الغاز هنا وصار الغاز هنا، إذا ايش قد صار حجم الغاز؟ صار بالثنين، معناه ايش قد؟ 2 متر مكعب. اذا ال V2 مالتي حيكون عبارة عن 2 متر مكعب. ال V2 هو عبارة عن الحجم مال A والحجم مال B، يعني توزع الغاز باثنيناتهم، توزع الغاز باثنيناتهم. اذا وراها انا ايش راح يصير عندي؟ حيصير عندي بس ال P2 مجهولة، P2 حيصير V1 على V2 في ال P1 ويطلع لي 10 بار. فاذا من زاد الحجم مال الغاز ضعف، قل ضغط الغاز للنصف، يعني كان 1 متر مكعب صار 2، تمام؟ وكان 20 صار 10، تضاعف الحجم وتناصف الضغط، صار بالمنتصف. هاي نهاية الاكزامبلات صفحة 68. نروح لصفحة أخرى بها اكزامبلات 2 خاصة بالغازات واللي هي تشتغل على الانتروبي، صفحة 78. صفحة 78 اكزامبل 4 و5 و6 و7 خاصة بالستيم، خلصناها نحن. احنا راح نجي على الاكزامبل 8 اللي هو خاص بالغاز. يقول rigid cylinder containing 0.006 متر مكعب of nitrogen at 1.04 بار و 15 درجة سيليزية is heated reversibly until the temperature is 90 درجة سيليزية، سخناه لحد ما صارت درجة حرارة 90. calculate the change of entropy، احسب لي الانتروبي ماتك، واللي heat supply ايش قد انت مو سخنته، ايش قد طلعت حرارة، تمام؟ مطيني الجاما مالتي 1.4 والمولكيولار ويت مالتي ايش قد؟ 28، صار معلوم؟ مطيني المولكيولار ويت مالتي 28. بما انه انا عندي اريد التشينج اوف انتروبي، فاذا اقول يا بيل اس 2 ناقص اس 1 هي عباره عن سي في لين تي 2 على تي 1 زائد ار لين في 2 على في 1، تمام؟ هذا واحده من ثلاث معادلات، واحده من ثلاث معادلات. اي معادله تستخدمها انت براحتك، اي معادله تستخدمها انت براحتك. ليش تستخدم هاي؟ لانه عنده ريجيد سلندر. شنو معناه ريجيد؟ قلنا معناها انه الفي مالتي كونستنت، معناه حجم ثابت مالته. من يقول ريجيد، ريجيد فيزل او ريجيد سلندر او اي شيء ريجيد ثابت، معناه ثابت الحجم مالتي ثابت. فاذا في 2 على في 1 راح ينحذف، راح يصير عندي قيمته صفر، راح ينحذف.
فيبقى الدلتا اس هي عبارة عن سي في لين تي 2 على تي 1 تمام. احتاج السي في من اطلعها من الجاما والام شو اسوي بيها؟ اطلع من عندها الار وعندي جاما يطلع شنو عندي؟ يطلع اطلع السي بي واطلع من عندها السي في. فاذا الار قانون الغاز ثابت الغاز العام على الوزن الجزيئي طلع لي قيمه ار. السي في هي عباره عن ار على جاما ناقص واحد، او اطلع السي بي من عندها وبعدين اطلع السي في وهكذا. اي شيء انت الحافظ، المهم توصل للسي في. طلعت قيمه السي في، اقول يابا دلتا اس هي عباره عن سي في لين تي 2 على تي 1 لازم بالجلفين زائد 273 زائد 273 زين. طلعت الدلتا اس مالتي كيلو جول على كيلو جرام جلفين زين. هسه شو يريد؟ يريد الهيت سبلايد، يعني ايش قد الحراره اللي طيتها؟ ايش قد حراره طيتها؟ تمام. بما انه الفي كونستنت، اذا من اقول كيو يساوي دبليو زائد دلتا يو، الدبليو صفر، فاذا كيو راح يساوي دلتا يو، والدلتا يو هي عباره عن ام سي في دلتا تي. الدلتا تي موجوده والسي في موجوده بس الام ما عندي، مين اجيبها؟ البي في يساوي ام ار تي. الضغط الاول، الحجم الاول، درجه الحراره الاولى، الار طلعتها انت تمام، يبقى لك بس الام راح تطلعها. ضغط في حجم على الار في درجه الحراره، طلعت لك الكيلوغرام. تيجي تخليه هنا طلعت الدلتا يو اللي هي نفسها الكيو. فشي كلش بسيط. المثال رقم 9 ايضا كذلك هم على الغازات، اللي هو صفحه 79، يقول 1 كيلوغرام من الهواء is allowed to expand reversibly in a cylinder behind a piston in isothermal process at 260 درجه سيليزي. isothermal شنو؟ معناه تي كونستنت. فقال يابا انه نقطه 1 الى نقطه 2 ايش بيها؟ التي مالتي كونستنت. ايش قد التي مالتك؟ 260 درجه سيليزي. while the volume is doubled، خلال هذا الاجراء الحجم صار بي اتضاعف دبلد، معناه انه الفي 2 يساوي الاثنين من الفي 1، يعني الحجم الثاني تضاعف عن الحجم الاول، يعني معناه في 2. اذا في 2 هو عباره عن 2 من الفي 1. The piston is then moved and heat rejected at constant شنو؟ pressure. وراها خلال هذا الاجراء صار عندي نقطة 3 at constant pressure. البستن مالتي اتحرك تمام، من اتحرك طرح حرارة باجراء ايش قد؟ اللي هو اجراء الكونستنت بريشر. until the volume is the same as it was initially، حد ما صار الحجم نفسه كان بالبداية، معناه انه الفي 3 شو يساوي لي؟ يساوي لي الفي 1. is the same as was initially. find the heat flow and the overall change of entropy. احسب لي الهيت فلو والدلتا اس مالتك تمام. فنجري على اول اجراء من 1 ل 2، التي مالتي كونستنت، من التي كونستنت اذا دلتا يو صفر، يبقى لي الكيو هو نفس الدبليو تمام، واللي هي عباره عن ام ار تي لين في 2 على في 1. هذا شلون طلع؟ قلنا احنا من عند تي تساوي كونستنت معناه انه البي في يساوي كونستنت. شلون اشتق هذا الورك مالته؟ اللي هو عن طريق اللين حيصير، فيصير ام ار تي لين في 2 على في 1. الام موجوده هو قال 1 كيلوغرام، الار عندي مال هواء 0.287، التمبرتشر موجوده عندي مطيني اياها اللي هي 260 درجه سيليزيه زائد 273 لين الفي 2 على في 1 تمام. الفي 2 ايش بيها؟ 2 الفي 1 على الفي 1، فالفي 1 راح تروح ويا الفي 1 يصير لين الاثنين فقط، حيصير لين الاثنين، يعني ينحذف هذا الـ القيمة المجهولة مال V، يبقى لي لين الاثنين تطلع لي 106 كيلو جول. هسه شو اسوي؟ اسوي الدلتا اس. دلتا اس عندي قانون R لين V2 على V1 زائد CV لين T2 على T1 تمام؟ بما انهم ليش اشتغل على هذا؟ ما اشتغل على بالضغط؟ لان ما عنده ضغط اول وضغط ثاني. بس حجم اول حجم ثاني عنده بيانات النسبة. وبعد اشتغل ويا ابو درجه الحراره، فاخذ ابو الحجم وابو درجه الحراره. درجه الحراره راح تنحذف، ليش؟ لانه تي كونستنت، تي 1 نفس تي 2، فيبقى ار لين في 2 على في 1، الار موجوده عنده 0.287، في 2 اللي هي 2 في 1 على في 1 هذا راح يروح، فيبقى لين 2
في البوينت 2.87 طلع دلتا اس بهذا الاجراء 1 و2. صار معلوم؟ زين. يروحوا لمن؟ يروح لمن؟ للاجراء الثاني اللي هو من 2 الى 3 البي يساوي كونستنت. البي يساوي كونستنت. فبما انه البي يساوي كونستنت يعني من يقول بي 2 بي P2 V2 على T2 يساوي P3 V3 على T3 ال P2 وال P3 راح تنحذف يعني ثابتة صار معلوم فمن عندها راح يطلع ال T3 عند ال T3 ليش لأن عند ال T2 وعند الفرق النسبة مع الحجوم ال V3 وال V2 ال V3 هي نفسها V1 تمام وال V2 هي 2 من ال V1 خلاها V1 حتروح ويا ال V1 يبقى لي 1 على 2 في ال T2 تطلع لي ال T3 266.5 جلفن صار معلوم هسه هنا عندنا قلنا ال Q يساوي نفس ال work هسه هنا بهذا الإجراء ال Q شو يساوي لي عندي إجراء P constant تمام P يساوي constant معناها انه ال Q يساوي W زائد دلتا U حصير ال Q ايش راح يساوي لي قبل دلتا H ليش لانه بالاجراء الكونستنت الضغط الكونستنت ال Q يساوي دلتا H صار معلوم فاذا واحد ال Q ايش راح يصير دلتا H يساوي لي M C P دلتا T الام الام موجوده عندي واحد والسي بي 1.05 في دلتا T طلع لي 267 بالسالب ليش لان هي حراره مطروحه صار معلوم الدلتا S هم بالV والT هم بالV والT إذن التيمبرتشر عندي موجودة الفوليومات هم عندي موجودة اللي هو بيناتهم نسبة تمام أقدر أستخدم أبو الضغط ويا درجة الحرارة بحيث أشتغل بس على درجة الحرارة والضغط ينحذف لأنه كونستن وطلع لي الدلتا S اللي هي 0.696 كيلو جول على الكيلوغرام صار معلوم أضربها في M حتى يطلع لي بالكيلو جول على جلفن وهاي هم اقدر اضربها في ام حتى يطلع لي بس بكيلو جول على الجلفن ويروح عندي الكيلو غرام هذا كل الامثله اللي انتم احنا نحتاجها واللي نقدر نوفر لكم اياها بهذا الفيديو خلصت الماده مال الثيرموداينامك وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.